حين ارتبطت ذكراهم ولياليهم الجميلة بهذا الفلج وباتوا يتسامرون على عزه ويندبون أيامه، كان لابد من إحيائه بعد أن انهكته السنين وأجف ورده وبات أطلالا. ولأنه ليس كأي فلج فهو صعراني كما يحبون تسميته، تبارت جهودهم ليحيطوا بعيون الفلج ومنابعه وليسهلوا مسالكه ومجاري وليبذلوا فيه من الجهد الكبير، حتى كانت البشرى وبعث الفلج من جديد. لهذا الفلج وجميع الأفلاج في ولاية السلطنة لها قيمة تاريخية وأرث تاريخي قيم، وهو يضرب بجذوره في التاريخ. طبعا هذا الفلج انقطع عن الجريان لسنوات طويلة، وحتى الأهالي حتى أطفالنا لم يتذكروا ما هو عليه هذا الفلج، لكن بفضل الله وجهود الشباب أحيوا هذا الفلج. الفرحة هذه يعني فرحة عودة الجذور، عودة التاريخ، حتى بتنا نتذكر آبائنا وأجدادنا الذين سبقونا في هذا الفلج. رسمت الفرحة واعتلت وجاء الناس تلهج ألسنتهم حمدا لله على جميل المنظر، فهو الفلج الذي غاب عنهم أكثر من 15 عاما وقد عاد يحمل الأمل بصوت خريره، فدعبته الأيادي ولمسته الأرجل واشتفت منه العيون، وباتوا يهتفون عود الفلي عود الفلي، فيا لها من مكانة لك يصعرني في قلوب الناس. عودة هذا الفلج تعود الحياة للمزارع. مشاهدينا الأحبة، شاهدنا تقرير عن عودة فلج صعرة بولاية البريمي الجريان بعد انقطاع 15 عاما. راح نعرف التفاصيل أكثر مع زميلنا أنور بن زاهر الغريبي. أهلا وسهلا فيك أنور والكلمة لك. أهلا وسهلا حورا، حياكم الله مشاهدينا الكرام. ومثل ما ذكرت في التقرير قبل قليل بأن الحديث ربما يكون الحدث الأبرز في ولاية البريمي، بل دعونا نقول في محافظة البريمي هذه الأيام، هو عودة فلج صعرة أو فلج الصعراني كما يعني يسميه الأهالي هنا إلى الجريان بعد انقطاع السنوات الطويلة، نتحدث عن أكثر من 15 سنة. هذه العودة ولله الحمد يعني لم تكن من باب الصدفة، فهي بعد توفيق من الله عز وجل، هنالك جهود كبيرة بذلت من قبل الأهالي من أجل عودة هذه المياه إلى مجاريها، بل عودة الفرحة والحياة مرة أخرى إلى منطقة الصعرة التي لطالما يعني اشتهرت بمزارعها يعني ونخيلها الوارفة. عندما نتحدث عن هذه الجهود يعني أيضا يخطر أمام الجميع أو اسم أحد الأهالي الذين كان لهم دور كبير وبارز جدا في عملية الصيانة، نتحدث عن الفاضل طالب بن أحمد الجابري رئيس فريق صيانة فلج أصعرة، الذي يعني بذل من الجهد الكبير من أجل ولله الحمد الوصول إلى هذه المرحلة. الفاضل جابر بن أحمد أو طالب بن أحمد الجابري حياك الله معنا في برنامج قهوة صباح، وهذا الربط المباشر والحديث بكل تأكيد عن هذا الحدث الجميل الذي لطالما يعني انتظره الأهالي في الولاية، ونهنيكم في البداية. حياك الله أخ أنور، جزاك الله خير، نرحب بمشاهدين جميعا. يعني البعض يتساءل كيف جاءت فكرة الصيانة بعد هذه السنوات الطويلة، نتكلم عن أكثر من 15 سنة. نقدر نقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. من عاش في صعرة وشاف الأموال وشاف الحياة اللي فيها وشاف المزارع وعاش بكل تفاصيلها وشافها، الحين دائما كل ما نسير ونشوف النخيل والمزارع كيف صارت الحين يحس في نفس الإنسان كثير. وكنا صراحة موضوع الفلج نحن تاكلين على شوابنا وآبائنا في هذا الجانب، ولكن شفناهم لكبر سنهم واللي منهم اللي توفاه الله، الله يرحمه ويتغمد هو صار رحمته إن شاء الله، فأصبح الدور علينا، فلازم نحن مثل ما هم حافظوا قبل فجد الدور علينا لازم نحن نحافظ على هذا الإرث الموجود. طبعا ما كان عندنا ذيك الخبرة الكافية، ولكن تواصلنا مع العدد المتوقع اللي ما ينعدوا على أصابع من الشباب، نحاول ناخذ تفاصيل هذا الفلج، شو المشاكل، شو تاريخه،
هل فعلا كان يموت ويحيا ولا كان بس اذا مات مره واحده ولا شيء. فبالعكس جزاهم الله خير يعني اعطونا معلومات كثيره وتفيدنا. نحن بدورنا قمنا نتبع مسار الفلج ثقبه ونحن نمشي فيه نشوف الثقاب الجافه والثقاب اللي بدا فيها مثل الرطوبه. ولكن ولله الحمد عقب ما صرنا عند الامهات شفنا يعني مياه كبيره موجوده متوفره وتبشر بخير. فيدور علينا عاد احنا لازم نشتغل. ربما كلامك هذا جابر او طالب يقودنا الى سؤال اخر وربما ايضا من الاسئله المتداوله عند الناس. الفلج وين بدايته؟ طبعا بدايتها في منطقه الغريفه من الجانب الشرقي. نعم. في نص منطقه الغريفه تقريبا هناك. جميل. وسط الاحياء السكنيه وصولا الى الشريعه. أيه. يعني قرابه بطول 6000 متر تقريبا 6 كيلو. نعم. 6 كيلو. نعم. كانت لكم محاولات سابقه طالب؟ هي نعم كانت الماضي تحدث. كانت عندنا محاوله سنه 2007 وبدايه 2008 ولكن ايامها ما تكلل بالنجاح لاسباب كثيره منها عدم وجود دعم كبير لا من جميع الجهات يعني وكانت الكميات ما مبشره كثير يعني ذاك اليوم. اذا ما تحدثنا اخوي طالب عن الموضوع على كميه المياه ما هي كميه المياه يعني خلينا نقول من المتدفق لا اللهم لك الحمد الكميات يعني ما فوق ما توقعنا. كنا متوقعين كميات بسيطه حدود 40 50 لتر في الثانيه لكن تفاجئنا الحمد لله الموجود اكثر عن 100 لتر في الثانيه ما شاء الله. هي فلله الحمد يعني هذا مبشر جدا. ولكن السؤال ايضا يعني اللي يطرح نفسه هل هذه الكميه اللي تطلع من المنبع نفسه هي اللي تصل الى ايضا نهايه الفلج؟ هنا مشكله اكبر تحديات كلها تحديات راح نقول في الفلج هذه. المشكله الاكبر ان نشوف تدفق 100 لتر طبعا هالمقاييس خدناها من ناس مختصين بموارد المياه هم يقيسون الكميات المتدفقه من امهات الفلج واعطونا النسبه قالوا نسبتكم تقارب 100 لتر في الثانيه. نفس الاشخاص اللي في المنبع نفس الاشخاص اللي قاسوا الكميه هذه وجهناهم سيقيسوا الكميه في المخرج نقطه نهايه اللي هي عند الشريعه فتفاجئنا في حدود 30 لتر في الثانيه. معناته فاقت حدود 70 لتر في الثانيه. كميه كبيره 70% من المياه. طيب اسباب عرفت والله تقريبا اسباب شبه معروفه. نعم في نهايه الفلج اللي طلع من اللي صانته البلديه يطلع نفس الكميه هاي اللي قلنا 100 لتر لكن منها الى دوار الشريعه هاي في حدود الكيلوين ونص هنا الارضيه كلها حصباء وكنكري فتشرب كثير من الماء هذا لأن الأرضية غير سمنتية وغير مبلطة ولا فيها جصمة في أي شيء يعني. ولا تنسى أن الفلي صار له 15 عام ما جرى فأصبح فيه تصدعات في تسربات هنا وهناك. طيب الآن الآلية اللي وضعتوها شو؟ والله ما في آلية نحن نحاول نكتشف وين بالعكس التسربات هاي لكن من هذا الممر نطالب الجهة المختصة اللي هي وزارة البلديات وموارد المياه أنهم يكملوا جميلهم ويصينوا من النقطة اللي انتهوا منها الفترة الماضية اللي هي 800 متر الجزئية المتبقية من هذه إلى دوار الشريعة. لو صانت هذه المنطقة الحمد لله فلجنا حتى ما بيحتاج لا أبار مساعدة ولا بيحتاج أي شيء ثاني. الكمية اللي تطلع من المنبع هي بتوصل للشريعة. إذا هي رسالة في الكرام والجهة أيضا الجهة المعنية ب يعني أهمية دعم الأهالي في صيانة هذا الفلج لأن مثل ما ذكر الأخ طالب كمية الماء المفقودة تقريبا تصل إلى 70% وهذه يعني نسبة كبيرة جدا إذا ما قارنا كمية الماء الموجود المتدفقة من المنبع للوصول كمية مفقودة 70% هذه كمية كبيرة جدا. نتمنى فعلا من الجهات المعنية أنها يعني تدعم الأهالي بالسيارة المكان الذي يعني تحدث عنه قبل قليل. أخ طالب الخشافي وجودك معنا ودنا نطول ولكن وقت البرنامج يعني لا يسعف في كثير من الأحيان. شكرا جزيلا لك ولكم الشكر أيضا المشاهدين الكرام على المتابعة. نعود بالكلمة إلى الزملاء في الاستوديو. شكرا لك أنور بن زاهر الغريبي على كل هذه التفاصيل. شكرا أيضا لضيوفك ولكل طاقم العمل اللي معك. هو ما يسمعني الحين يا سيف وصاني أني أسلم عليك وإن شاء الله وصلت التحية.